يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سرق منزله وأخذ منه نقود وذهب، فعرض عليه أحد الجيران أن يكلم شخصا له علاقة بالسحرة فيردون له بعض ما سرق منه، ولا يريدون منه شيئا أبدا، إنما هي فزعة كما يقولون، فهل له أن يقبل بهذا؟ صلى الله العافية. هذا لا يجوز، لا يجوز اللجوء إلى السحرة، ولا أن يطلب منهم شيئا، ولا أن يسألهم عن شيء ويصدقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن يشمل الساحر، يشمل الساحر، بل الساحر أولى بهذا وأعظم من الكاهن. لا يجوز الذهاب للسحرة ولا سؤالهم عن المسروق وعن الغائب عن أو العلاج عندهم أو غير ذلك، لا يجوز هذا. نعم.